رح نحتاج لاتنين كوب برغل واتنين كوب فول، بصل أو بصلة ومعلقة كبيرة من السمنة، معلقتين كبار زيت، ربع كيلو لحم مفروم خشن، 2 فص ثوم، عود قرفة، ورق غار، إذا بدكم أبطأ في أبطأ، ملح وفلفل وبهار، مكعب مرق، وكمان رح نحتاج لكزبرة خضراء للتزيين. خلاص يلا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه الاكله دي بتتعمل برز بلحمه ومن غير لحم. اوكي خلاص خلاص. اولا الفول الاخضر، لانه كتير ناس بيسالوا ازاي بيتفرزن. بمنتهى البساطه باخده، بنفصل الفول الصغير عن الفول الكبير. بخلي الكبير لوحده والصغير لوحده. جد حبه يعني بنحاول نخلي، لا يعني مش حبه حبه، بالشكل كده بيبان. غلطتينا يعني. لا بس اللي عايز يعني. طيب. عشان في مرات بيبقى فول صغير قوي ومرات بتبقى فوله كبيره. اوكي فبنحاول نخلي المقاسات شبه بعضها يعني. ماشي طيب. وبعدين بحط غلوتين على النار مع رشه ملح وشويه ومعلقه سكر كبيره. سكر السكر بيخليه يفضل بلونه حلو. وبعدين على طول بنروح مسقطينه في ميه ساقعه بعد غلوتين، في ميه ساقعه جدا، وبنصفيه وبنحطه في الاكياس وعلى الفريزر. نحط بقى شويه زيت وشويه سمنه. غاده عزيز صباح الخير يا غاده، وذكرى جميل. بنحب دائما نشارككم بفنجان القهوة الصباحي للي عم بحكي لنا عم نشرب القهوة معكم. صحتين أكيد. وتيانا هبة المصري شيف مبدعة، الله يسعدك. شو الكمية اللي بتلزمنا للحصول على كوب من طحين اللوز إذا بدنا نطحن اللوز؟ بصي هو انت هيبقى صعب يعني، بياخد تقريبا يمكن كوباية ونص، واللوز صحيح تقريبا كوباية ونص بعد ما بيطحن. فانت هو المطحنه مش هتطحن لك الكميه كلها مره واحده، فانت اطحني وحطي في الكوبايات الاكواب المعياريه، وبتقدر انت تعرفي وعايز قد ايه، بس هما تقريبا بيطلعوا كوبايه ونص. ريما حاتم وريما احمد كمان، عمر سميرات صبحنا عليك يا عمر، غاده عزيز وسهاد عمران وهنا. بالنسبة للصبغات نقدر نستعمل الكركديه أو ماء الشمندر كبديل؟ لا لا خلينا نضمن اللون لأنه عاملين إشي صعب. لأن مش عايزين ندخل مية على الوصفة. غادة عزيز شكرا لك. ياسر حمود حياتنا لك. طيب نحط بقى البصل دلوقتي عشان يتقلى. سينامون رولز عملناها صح؟ طبعا. طيب هنحط ورق لورا، ورق غار، وهنحط قرفة، وممكن اللي بيحب يحط كمان مكعبات مرق. لما بيكون طبعا اللحمة مسلوقة ما بنحطش مرق، وبرضو دلوقتي ممكن ما نحطش، طبعا حرية شخصية يعني، بس بتعزز النكهة أكتر. ام الوليد رشا موافي وهايا بهاء شوبات سندس من تبوك تحياتنا لك. اهلا وسهلا. ام وليد تحكي لك اكله صحيه وشهيه، شكرا. بالهنا والشفا والله، جربيها يعني. او في ناس طبعا كتير عارفينها، بس احنا اللي عارفينها بنفكرهم بيها، واللي مش عارفينها يجربوها هينبسطوا عليها. ام عمر عم تسال عن الخبز المحمر اللي هو اللي بيجي مع الدجاج على الفحم، عملناه على فكره. لسه عاملينه من اسبوعين يمكن مع كفته البرغل. برضه صحيح عملنا الكفته بالبرغل. صح كفته برغل. سهاد تسالك بيصير فريكه بدل برغل؟ بيصير، لسه كنت عايزه اقول. روز العجارمه تحياتنا لك.
من الفجيرة هبة، تحياتنا برضو. ومين كمان؟ لما، نور، أحمد، زهرة الربيع، هلا مطر. أبو طارق الخطيب وزوجته وباسل، سلامي لغادة. الله يسلمهم. طيب بس اللحمة تبتدي تتقلى شوية. خلاص هاي صفحة الفيسبوك لدنيا يا دنيا عم تظهر على الشاشة، للي لسه ما عملنا لايك واللي بحب يتواصل معنا مباشر على الهواء كتير نقرأ من تعليقاتكم. كمان صفحتي على الفيسبوك اللي حابب يتواصل معي بتشرف أكيد بتواصلكم، facebook.com/danaabuk. شو غابة؟ تمام كل شيء؟ قريتي بسرعة الحروف، بحاول ألحق عليك. يلا جوعتينا بدنا ناكل. طب لو خلصنا لازم الفقرة تخلص، بس انت عارفة انا مجهزاه. لا عن جد تتوصفينا دائما غدا. طبعا عندنا كم رؤية، احنا وستاف رؤية، وطلع النهاردة بكرة عيد ميلاد خالد واحنا ما نعرفش. خالد من عايده. طلع من الاستديو. طيب طلع. بنحكي لخالد السواعي اللي دائما بتعب معنا بالاستديو كل عام، وانت بألف خير. ما راح احكي قد ايه عمرك يا خالد على الهواء. طيب دلوقتي هناء من ليبيا. هينا قرأنا لكل بتابعونا من ليبيا، من البحرين، من السعودية كمان، شكرا لكم. طيب نحط بقى ملح شوية، كمان نحط فلفل، نحط البهارات. البرغل بيسألوكي ناعم أو خشن؟ لا خشن خشن. نيساء محمد، زهرة البنفسج، وصل السلام، سمير أو سامر مش عارفة. حط مكعب المرق. محمد عمايرة من بسمة من تورنتو كندا، صباح الخير. هيفا صمادي كمان نصبح عليك. أيمن، خلينا نحط بقى الفول كمان بس يتقلب تقليبتين كده قبل ما نبتدي نضيف البرغل. الغدا دايم تقريبا معنا 5 دقائق. نوكي تمام ممتاز. هيا صباح الخير وسندس. أمون من البحرين، هيفا وألاء، سهر أو سهر عودة من الأردن، مرام منصور، أحمد أبو جعفر جوعتوني، ومها مطاوع. هيفا صمادي، ماجد الحديد. بس إحنا دانا كده تقليبتين مع الفول مع اللحمة. نقليه بس كده شوية وبعدين نحط بقى البرغل. طبعا البرغل مغسول. فادي علان، رشا شقيرات، فرح، شكرا لكم على الكلام الحلو. في هبة بني عبده من جرش. كم مكعب مرق نحتاج؟ بصي على حسب كمية البرغل اللي انت حطاها يعني. فيعني احنا كمية زي دي ممكن تحط لها يعني يا واحد يا اثنين بكتير مش اكتر. بائعة الورود مهندس او مهندسة روان يوسف كريم، هاي قرأنا كل الاسم يا روان. سارة العبد الله وهبة. الاء مين لسه ما عبرته؟ ايات حاتم صباح الخير. والله يا دانا انت ما بتسيبيش، نادر ما بتسيبي حد من غير ما تقريه. طيب دلوقتي بقى هنحط المية عادي زي ما بنسوي الرز.
بس وصفة بجد لذيذة. البرغل ليه نكهة جميلة كده، فمع الأكلة دي كمان لذيذ قوي. وبنسوي عادي خالص زي ما بنسوي الرز. ممكن كمان اللحمة بعد ما بتقلوها ممكن تشيلوا جزء منها تخلوه ان احنا نحطه على الوش بتاع الطبق، فنخلي نص الكمية جوه البرغل والنص التاني بنحطه على الوش لو تحب. خلينا نجيب بقى البرغل اللي مستوي. ايه مي سالم، علاء مش ألاء. ألاء أو علاء الغلبان، آسفة يا علاء. هو ألاء وعلاء يعني كنت سامحونا بالإنجليزي نفس الشيء. قولي غادة شو. بس هو لما بيجي يخلص ال البرغل بحط له الكزبرة الخضراء، بنحط له الكزبرة الخضراء، وفي كمان فصين توم اللي بيحب يحط توم، لأن مش كل الناس بتحب التوم في الأكل. أولها مع البصل، اللي بيحب بيحط التوم، اللي ما بيحبش خلاص. وفي الآخر خالص بنحط الكزبرة الخضراء بعد ما بتخلص الأكلة خالص. حطيت كزبرة خضراء وقلبتها مع ال تمام مع البرغل، ونحط شوية كزبرة برضو كده على الجناب. هو البرغل طعمه حلو مع الكزبرة الخضراء جدا. سارة غدية بحكوا لك العز للرز والبرغل شناء حاله. ذكري غادة بالطرشي كمان. الطرشي والله في حاجات كتير قلنا عايزين نعملها. ربا كوساية صباح الخير، ودعاء الجمال، عزة عمر، أم محمد الجعيدي، محمد الزعبي، منار، وربا هودلي، غدير من عجلون. طبعا اللي يحب بقى يحط مكسرات زي ما هم عايزين حسب ذوق. انا يعني بحب مش عارف بحسه طري كده فبيليق عليه الصنوبر، فاللي يحب يحط شويه صنوبر معاه. انا هنا طبعا سايبه شويه لحمه، حطيت نص اللحمه جوه والنص الثاني خليته نحطه مع الوش. اكلتنا خلصت. يسلموا الايدين غدا. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. اهلا اهلا.